أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم إلى تفاصيل الوضعية الجوية المرتقبة خلال هذه الصبيحة. بحول الله مستقرة صافية، أجواء حارة عموما على مناطق الهضاب العليا، لكن سحب كثيفة من النوع العالي بالنسبة للسواحل الوسطى حتى على السواحل الغربية والشرقية. أيضا تبقى الأجواء صافية مستقرة تماما على شمال الصحراء، مدن الواحات وسط الصحراء ومغشاة إلى مغشاة جزئيا على مرتفعات الهجار والطاسلي وأقصى الجنوب الجزائري. ما يخص درجة الحرارة الدنيا المسجلة خلال هذه الصبيحة بإذن الله ستصل إلى 20 درجة بالعاصمة، 21 بعنابة طارف القالس كيكدة وبجاية إلى 18 درجة على مناطق الهضاب العليا الشرقية، 16 بالجلفة على المدية على تيزي وزو، 16 درجة أيضا بالمدن الداخلية الغربية كتيارة البيض نعامة مشرية على ايضا معسكر وسيدي بالعباس، 17 بوهرات، 24 بغردايه وبسكره، 30 درجه بوسط الصحراء بعين صالح، مسجل 27 درجه بمنطقه تندوف، الى 29 بادرار وارقان، 24 بتمنراس، في حين سجل 30 الى 31 درجه باقصى الجنوب الجزائري ببرج باج مختار وعين قزام. بالنسبه لحاله البحر سيكون البحر مستقر هادئ عموما على طول الشريط الساحلي، الرياح راح تكون مختلفه الاتجاه وسرعتها تتراوح بين 10 الى 15 كيلومتر في الساعه. نختم النشرة بوقت غروب الشمس كالعادة الذي سيكون على الساعة 8:04. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.